جوميز اعلن القائمه خلاص اللي سافرت وهتشارك في المباراه ان شاء الله. خلوني استعرض مع حضراتكم ونعرض للساده المشاهدين السكور او قائمه فريقنا لمباراه اللقب. معاك في حراسه المرمى محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء. مهم قوي رجوع صبحي حتى لو بره التشكيل. عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، احمد فتوح. في خط الوسط نبيل عماد دونجا، اشرف رؤى، شحاته، احمد حمدي، زياد كمال، اللي انا مبسوط ان هو بدا يخش في الترس بتاع المشاركه واللعب وجوميز بدا يعتمد عليه خامه جيده. ومعاك سيد عبد الله نيمار، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، مهاب ياسر، ابراهيم اناداي، يوسف اوباما اللي بنقول له الحمد لله على السلامه، افضل لاعب في مصر احمد مصطفى زيزو، خط الهجوم سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون اكينيولا. في نقطة مهمة كمان، انت بيغيب عنك اكتر من لاعب. الاصابة هتحرم للأسف نادي الزمالك من مجموعة مهمة جدا من اللعيبة، بتتكلم في شيكابالا القائد والمايسترو، بتتكلم في مصطفى شلبي اللي هو طبعا اصيب في العضلة الضمة، بتتكلم في مصطفى الزناري، بتتكلم في لعيبة كتير، وده بخلاف الونش وعبد الشافي اللي عندهم اصابة في الرباط الصليبي. كمان بخلاف الثلاثي عندك عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر اللي هم غير مقيدين افريقيا. ولكن عندنا ثقه تامه جدا في القائمه اللي اختارها جوزيه جوميز.